مادية، انتخبوا النواب ولا إسرائيل؟ أستاذ كريم، أكيد نقول، بس أنا بدي أقول بشير من أول الطريق كان مأمن الأكثرية، يعني الأكثرية 57 بعتقد، يعني كان من الأول مأمن الأكثرية؟ كان أوكي. كان يعني بين الكتائب والأحرار والوطنيين الأحرار والمواطنين المستقلين وعدد لا بأس بهم، ما كانوا في كانوا نواب مستقلين كتار، كان مأمن إذا مش 57 56، بس الأكثرية كانت مأمنة. مسألة بشير كان يأمن النصاب للي هو الثلثين، هيدي الأصعب، هيدي تساعد لشك، يعني أنا عشتها بتفاصيلها، لشك إنه في صار في على الأقل 4 لـ5 أشخاص يلي أمنوا النصاب. لح عدون هيك، لح عدون ملكة الرئيس سركيس أمن رينيه معوض وطلب منه ألح عليكم موجود وجرني. أنا خالة لمونة مرتي سالم عبد النور، درنا من عليه وهو اجتمع ببشير واقتنع ببشير مع أنه كان بالحزب الاشتراكي، يعني إني هو والطحينة، فؤاد الطحينة، هو ثلاثة، وفي اثنين بعدين شو اسمه سليمان العلي، كان على رأس كتلة بالعقار، اجوا اثنين هو وطلال المرعبي، وطلب سليمان العلي انه يعمل رئيس حكومي، وهو كان ميال بشير جميل لسليمان العلي بانه يعملوا رئيس حكومي بعد ما انتخب، هيك فهمت يعني. وهادي هاو يلي امنوا النصاب، لما تأمن النصاب صارت المعركة. طيب حصلت رشاوة؟ لأنه خليني قبل ما تجاوبني نسأل مكرم رباح. مكرم رباح دكتور بالجامعة وعامل كتاب مهم جدا، ما بعرف إذا قرأته، النزاع على جبل لبنان، الذاكرة الجماعية وحرب الجبل. أنا بنصح أنك تقرأ لأنه في كتير وقائع مهمة. أنتين طبعا هذا الكتاب، هيدا صدر من شي شهر تقريبا بس يعني حضرتك قارئ نهم، وكمان مدام يمنى بتصور لازم تقريه كمان، خصوصا انه ثقافتك هلا اكثر تاريخيه ما هي معشتي كل مزبوط. هالفتره. ماذا يقول مكرم رباح عن الانتخاب؟ لنكون دقيقين، بشير جميل انتخب بظل الدبابه الاسرائيليه، ولكن وليس بسبب الدبابه الاسرائيليه. الجو اللي حوالى بشير جميل وصل لقناعه انه هناك طريقين لقصر بعبده، السلاح والقوه او الانتخابات عبر مجلس النيابه، وهذا شيء حصل، حيث الطرف الآخر اللي هو بيؤمن بالسياسة قدر يقنع بشير جميل أنه يجب أن يتحول إلى رجل دولي، وهو انتخب بمجلس النواب عبر الضغط على بعض الأشخاص وعبر رشوة أحد المكونات. تم دفع العديد من الأموال، وصلت لمليون دولار بيقولوا لبعض الأشخاص، منهم لرئيس مجلس النواب كامل أسعد، ليس من إسرائيل. الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية كانت تملك شيء اسمه الصندوق الوطني، أن يعني يجبوا ضرائب، مثل ما كل الميليشيات بالحرب الأهلية سيطرت على وكان عندهم البور كمان. مدام يمنى عندك شيء تعليق؟ خليب انه دفعت رشوة، هلا في ناس بيقولوا دفعوا لكامل اسعد مليون، وفي ناس بيقولوا 20 مليون، المليون يعني كانوا كتار وقتها، كانوا مهمين. كامل اسعد اول واحد رشح بشير وكان عنده سبب واضح، مقتنع انه بشير جميل بيقدر يظهر الاسرائيليين من الجنوب وحده بدون حرب، بيقدروا الاسرائيليين يضطروا اذا عمل رئيس جمهوريه بشير يخرجوا من الجنوب، هذا السبب الرئيسي، وهذا هو كان اكبر كتله نيابيه. صحيح. هلا مكرم بيقول شغله مهمه انا برايي، ما بعرف اذا انتبهت لها، بيقول انتخب في ظل وليس بدعم الدبابات، بيقول انتخب في ظل الدبابات الاسرائيليه وليس بدعم الدبابات الاسرائيليه، وهون فرق. هي الدبابه ما رح تطلع. طيب وبيقول انه النواب انتخبوا. مدام يمنى شو عندك تعليق؟ اول شيء انا هي اول مره بسمع هيدا الشيء، انه في رشاوي اكيد. وما بعرف، انا لقلي هيدا الكلام كلام خاطئ جدا، يعني مش مزبوط ابدا. ولكن اذا عنده معطيات، انا ما بفتكر ابدا انه كامل الاسعد المعركه اللي عمله واللي خسر مع بشير واللي بعدين كمل مع امين، و يعني ما بفتكر ابدا انه هيدي حق مصاري. بالعكس، مثل ما كان عم بيقول الاستاذ كريم، كان استاذ كامل الاسعد كان مؤمن ببشير، ومؤمن انه بشير وقت ينتخب رئيس جمهوريه الجيش الاسرائيلي والجيش السوري بأواخر 82، يعني 3-4 أشهر من بعد انتخاب بشير رح ينسحبوا، يعني ما بقى رح يكون في جيش محتل على الأراضي. ولكن هيدا الكلام أنا بستغرب، و يعني مني أبدا راضية على الكلام، خاصة مدام يمنى طالما عندك كتاب الرئيس صائب إسلام الله يرحمه
بنعرف انه بهالانتخاب كان في نسبة كبيرة من النواب بين المسلمين شيعة ونسبة اقل بكثير من السنة، وصعب السلام كان ضد، وكان في اثنين نواب دروز مش هيك، كان في 13 ربما شيعة وكثير قليل السنة واثنين دروز، او المجموع كان كله 13 المسلمين تقريبا، بس الجزء مش هيك 18 نائب، 18 نائب 13 شيعة واثنين دروز يعني 15 وثلاثة سنة. كنت بدي ولكن بس خلينا نرجع شوي على قصة الدبابة. صعب السلام بالأول كان ضد، أكيد، وهلأ مثلا كان بدي أقول لك صائب السلام شو حكي عن بشير وبس قبل ما نوصل على صائب السلام شو حكي عن بشير، لأن هيدا بعد الانتخاب. كان خلينا نحكي عن جلسة الانتخاب، لأنه راح عمل معه جلسة طويلة وقتها بعد الانتخاب وقال أنا اقتنعت فيه تفضل. شفت الأخصام تبع بشير بوقته وقت تعرفوا عليه، عرفوا أنه هيدا مشروع وهيدا صاحب رؤية وصاحب مشروع وطني مش صاحب مثلا انه اوكي فئوي او تقسيمي او أوكي. يعني اليوم الدبابة الإسرائيلية اللي كان هلا كان كريم عم بيقول انه الاستاذ كريم انه مش الدبابة فاتت، بس بدي اقول لك انه في ناس اليوم في جيل جديد مفكر انه بشير فات على الدبابة الإسرائيلية على مجلس النواب. صح، يعني هيدا كمان كلام خطأ ومش يعني تشوف قديك استاذ كريم البروباغندا اللي بالمجتمع تبعنا انه بشير وصل على الدبابة الإسرائيلية. طيب اول شيء اذا مزبوط بظل الدبابة الإسرائيلية، يعني اليوم عندك كذا رئيس جمهورية كان في دبابات وقته، من شارع الخوري كان في دبابة الفرنسية ولياس ساركيس ولياس الهراوي. على كل حال استاذ مكرم رباح بيقول كمان ساركيس انتخب بوجود الدبابات الإسرائيلية السورية عفوا لياس ساركيس ولياس الهراوي ما رح نرجع، بس قصة الدبابات كمان يعني ما بقى بدنا نكون هيدا يعني بعد 40 سنة بالخطاب انه شيء مش كتير كلام، يعني كلام شوي بديء. طيب هلا هيدا السؤال، طيب المسلمين السنة وحضرتك قريتي الكتاب كان في عندهم موقف ضده عمليا بيّن لانه ما صوتوا له كتار، بينما نشوف في نواب شيعة كتار صوتوا له، وصائب السلام كان ضده بعدين قال انا عملت معه جلسة ولقيته انه جدير بالكذا وغيرت رأيي فيه. مزبوط. كيف بتفسري وقتها؟ هل لانه شعروا السنة أنه هن مستهدفين ببشير الجميل من بشير؟ السنة كان مشروع غير مشروع بشير، مشروع السنة كان مشروع العروبة، كان مشروع الفلسطينيين، ما بعرف إذا فينا نحكي اليوم عن حتى توطين الفلسطينيين، ولكن كان مشروع العروبة وبشير كان مشروع لبناني. هلأ إذا عم نحكي عن النواب، في أحد من النواب بس كان بدي أقري لكم شوي شو قال، وبعتذر أنه عم بقري لكم بس بما أنه أنا ما عشت هالفترة، بس في أحد النواب قايل أنه بشير جميل رجل الرؤية والتسميم والقرار، كان مؤمن بضرورة تحرير لبنان وبوحدة اللبنانيين. بيقول كمان أنه هلأ أنا رح أسألك أنت مين. الشعب كله التفت حول بشير جميل لأنه الوحيد القادر على تخليصه من الحرب. هيدا تنأكد على كلام يوم انتخاب بشير، وفي ساعة واحدة انقلبت الأحزان أفراحا والدموع انشراحا، وهللوا له اللبنانيون جميعا، نصف لبنان هلا لبشير جميل من دون معرفة به، لأنه الجميع رأى فيه الأمل والخلاص. بس فينا أقول لك مين الشخص لأنه هيدا مهم. هيدا الأستاذ عبد اللطيف الزين اللي هو من بعد كان بوقت بشير، ومن بعد بشير كان نايب كان عضو تكتل التنمية والتحرير. طيب